بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرس الدكتور فهد كاظم، قسم الإعلام. المادة التي سوف ندرسها هي الديمقراطية وحقوق الإنسان للمرحلة الأولى من قسم الإعلام. في هذه المادة سوف ندرس مفاهيم كثيرة، فنبدأ بهذه المفاهيم هي مفهوم الديمقراطية، كذلك تاريخ ظهور الديمقراطية والتطور التاريخي لها، وكذلك أشكال الديمقراطية، الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة، كذلك الديمقراطية النيابية، وأيضا الديمقراطية الليبرالية، كذلك الديمقراطية التوافقية. وننتقل بعدها إلى محاسن وعيوب الديمقراطية، فهناك مزايا أو محاسن للديمقراطية، كما هناك عيوب للديمقراطية. ثم ننتقل بعدها إلى المجتمع المدني والديمقراطية، وكذلك التحول الديمقراطي. هذا القسم الأول. ثم ننتقل إلى القسم الثاني، مفهوم حقوق الإنسان. فما هي حقوق الإنسان؟ نعرفها بشكل مفصل، ثم ننتقل إلى تطور قضية حقوق الإنسان، كذلك إعلان حقوق الإنسان في فرنسا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهنالك أنواع من حقوق الإنسان، الحريات مثلا، والحقوق والحريات المتعلقة بشخصية الإنسان. ثم ننتقل إلى حقوق الإنسان وأخلاقيات الإعلام، وبعدها الحضارة الغربية وحقوق الإنسان، ثم الترابط بين حقوق الإنسان والديمقراطية. ثم ننتقل إلى الانتخابات وحق الانتخاب للمرأة ومفهوم حرية الرأي ونماذج من حدود حرية الرأي والتعبير، وكذلك أو ننتهي بمفهوم حرية الصحافة ثم الخاتمة. طبعا لهذه المادة لا توجد ولا يوجد مصدر ثابت، وإنما هناك عدة مصادر للمساعدة، ككتاب الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق محمد الأحمري، وكذلك كتاب عن الديمقراطية لروبرت دال، وأيضا كتاب ما الديمقراطية دراسة فلسفية آلان تورين، وكذلك الإسلام وحقوق الإنسان محمد عمارة، وكذلك الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لغازي حسن، وأخيرا الديمقراطية وحقوق الإنسان محمد عابد الجابري. سوف نقسم درجات هذا الكورس إن شاء الله. الامتحان الأول 10 درجات، الامتحان الثاني 10 درجات، والمشاركة 10 درجات، والحضور 10 درجات، تكون الدرجة 40، والامتحان النهائي إن شاء الله من 60. نبدأ بتعريف الديمقراطية. فما هي الديمقراطية؟ طبعا الديمقراطية هي مشتقة من كلمتين، وهي بالأصل كلمة يونانية مشتقة من كلمتين، ديموس وكراتيا. ديموس وتعني الشعب، وكراتيا تعني الحكم، فيكون المصطلح هو حكم الشعب. هذا التعريف اللغوي. فهناك عدة تعريفات للديمقراطية، كحكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب، نظام حكم يدار بحسب إرادة الأكثرية، نظام حكم يتيح تغيير الحكام على فترات محددة ومعروفة، وكذلك هو نظام حكم يعطي فيه المواطنين إمكانية التعبير عن أفكارهم، وأيضا هو شكل من أشكال الحكم يضمن حرية الفرد وتطوره، وأيضا هو نظام حكم المواطن فيه يكون مشتركا في العمليات السياسية، وكذلك نظام حكم فيه المواطن والسلطة متساويين أمام القانون وخاضعين له، وهو كذلك شكل من أشكال الحكم يضمن الحريات.
طبعا للديمقراطية هناك محاسن ومساوئ، فالمحاسن هي مثلا الاستقرار السياسي وخلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة سلميا بدون تغيير الأسس القانونية ودون اللجوء إلى العنف، كذلك جعل الحكام خاضعين للمسؤولية والمراقبة، وأيضا تقوية ولاء الشعب للحكومة وغرز الثقة في نفوسهم. وأيضا من محاسن أو مزايا الديمقراطية ترفع رغبة المواطنين المستمرة في خدمة المصلحة العامة. أما عيوب الديمقراطية، فالديمقراطية تضع مقاليد الحكم بيد عامة الشعب الذي قد يكون جاهلا بأساليب الحكم. وثانيا إقدام بعض النواب المنتخبين على تغيير القوانين من دون ضرورة تدعو إلى ذلك، وجلب قوانين جديدة قد تحد من الحريات. ثالثا في الدول الديمقراطية يلزم أخذ موافقة البرلمان قبل الشروع بالعمليات العسكرية الهجومية، وهذا يؤخر عملية الدفاع أو الهجوم العسكري. وأخيرا تأخذ بنظام الكم ولا تعطي الكفاءة دورا مفضلا، مما يجعل الحكومة ضعيفة وعاجزة بعض الأحيان أمام المصاعب التي تواجهها. هذه إن شاء الله المحاضرة الأولى، وهي مفتاح للمحاضرات القادمة والتي سوف نفصل فيها في موضوعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.